سرعت جائحة كورونا من وتيرة الابتكار في مختلف قطاعات الحياة ولا سيما الصحة، فاتجه العالم إلى إطلاق عدد كبير من تطبيقات الصحة الرقمية، وكانت مصر من الدول التي سارعت باستخدام التطبيقات الرقمية في مجال الصحة. بالابتكار والرقمنة مصر تعزز خدمات الرعاية الصحية. ولكن في البداية، ما المقصود بالصحة الرقمية وما أهميتها؟ يقصد بها توظيف التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجهزة وبرامج في تقديم خدمات الرعاية الصحية. ومن أبرز تطبيقات الصحة الرقمية في العالم تطبيقات الصحة المحمولة والسجلات الطبية الإلكترونية وتقنية الأجهزة القابلة للارتداء والرعاية الصحية عن بعد. تعزز الصحة الرقمية كفاءة النتائج الطبية ومساعدة المرضى على اتخاذ قرارات مستنيرة. وماذا عن صناعة الصحة الرقمية في العالم؟ تشهد صناعة الصحة الرقمية ازدهاراً كبيراً، وقدر حجم النمو العالمي المتوقع لسوق الصحة الرقمية بحوالي 833.4 مليار دولار في الفترة من 2020-2027. ولكن كيف سيتغير مستقبل الصحة الرقمية؟ تقنيات جديدة بانتظارنا في المستقبل بما يسهل تقديم خدمات الرعاية الصحية، ومنها تقنية إنترنت الأشياء الطبية. توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحسين من أداء الأجهزة الطبية التقليدية مثل جهاز الاستنشاق الذكي. تقنية الواقع الافتراضي والمعزز تساعد في التدريب والتخطيط الجراحي. أما محلياً، فكيف تطورت صناعة الصحة الرقمية في مصر؟ تغامر مصر بتطوير بعض التقنيات الرقمية الأكثر ابتكاراً، بدءاً من التطبيب عن بعد والتأمين الصحي وحتى تطوير الأدوية. وقد سبق ودشنت تطبيق شفاء للصيدلة الرقمية في 2017، والذي ساعد المرضى خلال جائحة كورونا في طلب الأدوية واستلامها. كما أطلق الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مبادرة التشخيص عن بعد لتقديم الخدمات الصحية في المناطق النائية والحدودية. وقدمت شركة حكيمة للتمريض المنزلي خدمات الرعاية لأكثر من 2500 مريض منذ بداية الجائحة، وكذلك إطلاق منصة O7 Therapy في 2020 لربط مئات الأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية كالقلق والاكتئاب بمعالجين معتمدين. الصحة الرقمية الطريق الأكثر فعالية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فما تقييمك لتطبيقات الصحة الرقمية في مصر؟ شاركنا برأيك.